من امام لجنه مدرسه الصمالوط الاعداديه بنين، لجنه رقم 28 و29، ويتوافد كل الناخبين منذ الصباح الباكر لاداء الواجب الوطني والواجب حقوقهم الدستوريه. نحب نتعرف عليكم ونعمل معاكم لقاء. اتعرف عليكي وانت جاي تنتخب، تعالي اتعرف عليكي. اسمك؟ هاجر مختار. اهلا يا هاجر، انت نازله تعملي ايه النهارده؟ انتخابات جاي تنتخب عشان ايه الهدف ليكي؟ عشان يعمل حاجه حلوه للبلد مش اكتر. تعالي شكرا. وانت جاي تنتخب مين؟ وانت مين؟ انت جاي تنتخب اصغر ناخب. انت اصغر ناخب. اهو يلا تعيشوا تنتخبوا. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. الدنيا دي يرحم البلد، يرحم تحيا مصر، تحيا الشرطة، تحيا مصر. مش حاجة. وانت باشا هات لنا. ايوه خلاص دخل.